السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي نعمل مبنى مدر. اول حاجة طبعا نعملها ان احنا نرسم الحوايط بالشكل دوت، تمام. طيب بعد كده المفروض ايه اللي نعمله؟ المفروض ان انا نرسم سقف. فانا هاجي هنا ليفل 1 وهقول له انا عايز اعمل الروف، بس عايز اعمله اكستروشن. فبيقول لي اختار البلان بتاعك او البلان بتاعي. اديني في النورث، هبدأ ارسم السقف بتاعي بالشكل دوت، ومثلا واخلي الخط ده يكمل كده. وبعد كده هقول له انا عايز ابدا اعمل فريت للارض، بالشكل دوت، واقول له موافق. بعملوا لي السقف اهوت. تقدر تعمل سيلكت للحواف كلها وتقول له اتاش للسقف دوت، يطلع معايا بالشكل ده. طب في حته هنا اضافيه هبدا اشيلها، اقول له انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس، وهختار نوعها مثلا فلور. اوكي، وهبدا ارسمها بالشكل دوت. واقول له خلي نوعها مثلا وايت اهوت، موافق. واقول له خلي الرسالة بتاعها بالشكل دوت. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل قط ده، اقطع منه الجزء دوت. فاقطعها دلوقتي، تمام. تعالى نشوفها كده. طيب ممكن اجي بقى هنا واقول له انا عايز الشكل دوت اهو، تمام. اقول له اوكي، وبعد كده هنعدل الحاجات اللي هتبوظ. اقول له اوكي من هنا لهنا، خلي باب حتى اللي اتقطعت ترجع تاني، يعني بنعملها تاني برضو. بالشكل دوت. طيب عايزين بقى نحدد يبقى واحدة فيهم ازاز وواحدة لأ. وأقول له بدل ما دول خليه جلازنج بالشكل دوت، ازاز بالشكل دوت، تمام. طيب لو انا جيت هنا وبدأت اقول له اعمل لي بقى الشكل تاني اللي هو كومبوننت موديل ان بليس، هات لي الفلور نفس المكان اللي احنا كنا عملناه عشان نقطع الاضافه ديت. اقول له void، واقول له ده مثلا سالب 1 وده بالزيرو، واقول له اعمل لي قطع هنا، واقول له اوكي، يظهر معايا بالشكل دوت. قال لي انا نزله بالشكل دوت. وبعد كده هاخد كوبي واقول له بقى ايه الازاز دوت. قال لي انا هاخد كوبي اجي اقول له قط الشكل دوت ده مع الشكل دوت، شكل الازاز دوت مع ده، وهكذا. واقول له فينش، اعملهم لي بالشكل ده. طيب انا عندي الحيطه ديت الغيها،
الحيطة ديت، أقول له اعمل لي اتاش مع السقف دوت، وبعد كده هقول له اديت بروفايل. طيب اكتب البروفايل بقى، ممكن اقول له ايه، انا عايز السقف يطلع لحد هنا، واقول له انا عايز تعمل لي السقف الحدود ديت تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا وبالشكل دوت، واقول له موافق. والشكل التاني ممكن نلغيه ونكرر الشكل دوت بالشكل دوت من هنا مثلا لهنا، يطلع معانا المبنى بالشكل دوت. وده ممكن تقول له اد بروفايل برضو، تمام، وتخليه يطلع لحد السقف هنا كده. وبعد كده تقدر تعمل اي باب، اي شباك انت عايزه.